لزما بين الإيمان وبين السلوك، بين الاعتقاد وبين العمل. والآية اللي جابها الساعة منذ قليل أخونا محمد: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن كاذبا؟ قال لا. إذن الكذب هذا هو رأس النفاق. نعم. والكذب هذا كما قال الأستاذ انطلق من أسرنا وتحول إلى مدارسنا ثم إلى شوارعنا ثم فيما بعد انتقل إلى المجال الإعلامي فإلى المجال السياسي، وكأن الجميع يعيش الكذب. وإن لون حتى الكذب هذا، ولن نقوله نحن كذب أبيض اللون فيه، كذب أبيض، والكذب في المصالح صالح. نعم. النفاق، النفاق الناس ما تفصلش بينه وبين المجاملة، المجاملة باهية. أما هيك يقول لك اللغة الدبلوماسية والواقعية والنفعية، وين ثم مصلحتي وين أنا. نعم. هكا هو النفاق، كيف ما بين الرشوة وبين أشياء أخرى. إيه شنو العلاقات الدبلوماسية؟ ماهيش نفاق سي محمد. نعم. العلاقات الدبلوماسية ليست نفاقا. أفهمني مليح. أي. الدبلوماسية. أيوة. والمجاملة. نعم. والملاطفة. أي. إذا كانت وفق قواعد مضبوطة لا تدخل دائرة الكذب، ولا تدخل دائرة الخيانة. نعم. ولا تدخل دائرة المصالح الضيقة، مقبولة. أما إذا كانت كيفما في العالم السياسة الغاية تبرر الوسيلة، يعني لأصل إلى الغاية قد أستعمل وسيلة محرمة، وكعلاش في السياسة يقول لك اكذب اكذب واكذب حتى يصدقوك الناس. والسياسة السياسة مرتبطة بالنفاق. السياسة مرتبطة بالنفاق، هم أرادوها كذلك، هم أرادوها كذلك. أما في ديننا لا. علاش؟ لأن الحاكم العادل يوم القيامة يكون أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وسيسأل عن ذلك. نعم. وعادل فيش في أقواله، وعادل في معاملاته، وعادل في علاقاته، وفي الحكم بين الناس. نحب أن يكون أيضا ألوان المتدخلين في زدني علما متنوع، وأيضا فيه تعدد في مستوى اختياراتنا مع الضيوف. علاش مش نمشي مع اختصاصات أخرى كما علم الاجتماع، نشوف مفهوم النفاق الاجتماعي، ثم نرجع لسي محسن فيما يتصل بالنفاق النفسي، إذا كان أمكن أن نقوله فما نفاق نفسي. نمشي مباشرة للروبورتاج ثم لنا عودة. شنو هو المقصود من النفاق الاجتماعي وكيفاش نجمو نعالجوه؟ في الواقع النفاق الاجتماعي هو مجانبة قول الحقيقة، أو التمظهر بمظاهر تجانب في بعض الأحيان الصواب أو تجانب الحقيقة. في الواقع يضطر الإنسان إلى أن يعني يسلك سلوك الكذب في علاقاته مع زوجته، مع زملائه، مع أصدقائه في العمل، بغية إما الاندماج الاجتماعي أو التقرب منهم أو نيل منافع معينة أو كذلك الحصول على مكاسب أو غنائم أو ما شابه ذلك. لكن في كل الحالات قول الحقيقة هو الأسلم، الصدق في القول هو الأسلم، الصدق في العمل هو الأسلم. والنفاق إذا أردنا أن نؤطره ضمن المسائل السلوكية نقول أنه سلوك غير سوي، سلوك غير محمود اجتماعيا. لكن دائما المنافق أو الذي لا يقول الحقيقة سرعان ما تنكشف ادعاءاته، وسرعان ما ينكشف زيف سلوكه، فيقع اتخاذ موقف منه، فيكون سلوك الغير فيه نوع من الاحتياط من ذلك الشخص، نوع من الريبة في اتجاهه، وفي بعض الأحيان رفضه كليا، ورفضه من الاندماج داخل تلك المجموعة أو داخل تلك الفئة. عندما نربي أبناءنا على قول الحقيقة، نربي أبناءنا على السلوك السوي، نربيهم على قيم قول الحقيقة، قول عدم قول الزور،
الالتزام بالمبادئ العامة في العلاقات الاجتماعية، الالتزام كذلك بكل ما هو محمود اجتماعيا، يمكننا أن يعني نعالج هذه الظاهرة التي ربما تشكل شيء سلبي داخل المجتمعات. إيش يعني النفاق في علم النفس؟ وإيش هي علاقته بشخصية الإنسان؟ النفاق في علم النفس هو مصطلح نطلقوه على سلوك الإنسان اللي يظهر في تصرفاته وسلوكه للآخرين عكس ما في داخليته، مثل التظاهر بالكرم عند البخيل والتظاهر بالأمانة عند المرتشي وإلى آخره. وهو نجم نشبهه بنوع من أنواع الحيل الدفاعية اللاشعورية في علم النفس اللي هي الميكانيزم دي ديفونس، اللي تستعمل الذات باش تحمي الإنسان من الشعور القاسي بالانزعاج ولا بالقلق. فهمت؟ شنو هي علاقته بشخصية الإنسان؟ النفاق ينجم يكون سمة من سمات شخصية الإنسان، مثل الشخصية النرجسية اللي فيها الإنسان يخمم كان في روحه على حساب الآخرين ويحب هو يبرز على حساب الآخرين، وهو المحور نتاع معناتها ذاته، هي محور همومه الكل، ويحب يكون هو أحسن شخص وفي مظهر معناتها أحسن مظهر، دونك يكون على حساب الآخرين ويستعمل النفاق باش يوصل أهدافه. ثم كذلك شخصية المانيبيلاتور نقولوا احنا، معناتها اللي يخدع العباد باش يوصل لأهداف معينة ويستعمل الأشخاص الآخرين باش يوصل الأهداف هذه. وثم بدرجة أقل الشخصية اللي تتسم بالتبعية واللي تخاف من أنه العباد الآخرين يهجروها، دونك تولي تجاملهم باش ما يهربوش عليها. فهمت؟ والنفاق يختلف من الذكاء الاجتماعي، اللي هو الذكاء الاجتماعي هو اللي يمكن الإنسان من التأقلم بسرعة في وضعيات اجتماعية مختلفة وبدون الإخلال بالمبادئ العامة المتعارف عليها. مشاهدينا ديما معاكم في زدني علما، نتواصل فيما يتصل بموضوع النفاق في حياتنا. كنا نسمع مختصين في علم الاجتماع وفي علم النفس، وسي محسن يأكد على أنه فما أنواع من النفاق. ينجم يكون فما نفاق أخلاقي، ينجم يكون فما نفاق اجتماعي، ينجم يكون فما نفاق سياسي. سي محسن هكا تعدد النفاق معناها ولا النفاق الكبير المداول المعروف؟ نعم. نفاق المادة المال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله ومن ليس عنده ماله، رأيت الناس عنه قد ماله هربوا عليه. نعم. عندك فلوس جيبك مليان، العباد الكل تنافقك وتجاملك بالكذب باش تاخذ شوية من هكا المال، وإذا فرق الجيب الناس كل يا لطيف يميلون عنك. سمعنا معنا الدنيا مع الواقف، نمشي معك نافقك باش نقف معك، هذا معروف. ولكن تو بعد الثورة كما قال أخ محمد قبل، علاش الأمور ما مشاتش تو؟ نعم. من بين الأسباب اللي نشوفها أنا والله أعلم حسب اجتهادي، كونه نشوف برشا أحزاب نعم تدعي الديمقراطية، الحزب الديمقراطي وديمقراطية وكسرونا روسنا بالديمقراطية، ولكن تجي تشوف تصرفاتهم تلقاها نفاق معاكسة للديمقراطية، بل هي ديكتاتورية. نعم. يحب يلغي ما اختاره الشعب. أين الديمقراطية؟ أليس هذا نفاقا؟ تدعي تقول شيء وسلوكك يعمل شيء، هذا هو النفاق، مفهوم. نعم. النفاق. إذن حتى في الديمقراطية وادعائها نجد نفاقا، كذلك في حب تونس وحب الوطن، الناس الكل والأحزاب الكل تونس تونس في قلوبنا ونحب وطننا وتونس الأولى. الناس الكل ولا البعض ولا الجل؟ الكل هم يقولوا، الكل مسمعنا، حتى واحد قال نكره تونس على القول. على القول نحكي شنو النفاق، قلنا نعاودوا للمفهوم النفاق. أيوة. قول شيء وعمل شيء اخر. يقول لك انا نحب تونس ويمشي من شير اخرى يعمل لك 30,000 اضراب، اليس هذا النفاق بعينه؟ انت لما تحب تونس كيفاش تعمل لك 30,000 اضراب؟ انت عندك مكاسب اخرى، عندك اهداف اخرى،
هيك علاش عملت الشيء هذا؟ وهذا هو النفاق اللي نعيشه، وهذا هو السبب باش نجاوب سي محمد اللي قال بعد الثوره مازلنا ما تحصلنا على شيء. من بين الاسباب اللي تو ما تحصلنا على شيء ومازلنا نعانيو كون الديمقراطيه اللي تدعيها الكثيرون ما ثماش تطبيقها في الواقع، ما ريناهاش. ولا بكل بساطه الحزب الفلاني ربح، صح عليه نخليوه يخدم، وين يتعوج نقاومه بلدي. نعم. تراشي سي محسن انه كل شخص فينا يلزم ينطلق من ذاته، لازم ينطلق من روحه هو ويعطي مثال انه لابد ان يكون صادق مع نفسه ومع الاخرين. خاطر كان نقعدوا ديما نلوموا الاخر 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 وكانه الناس الكل ترمي بالمسؤوليه على الاخر، ننطلقوش من ذواتنا باش نبداو نصلحوا. وهذا هو الاساس. نعم. انطلق من نفسك، ابدا بنفسك، ابدا بنفسك يا اخي، ديما تصلح في غيرك. نعم، لابد ان الانسان ينطلق مع ذاته. يبدا بروحي. نعم. نواصل معكم مشاهدينا في تفاعلكم مع مكالمات كثيره اليوم في زدني علما، نحاول ناخذ قدر الامكان من اخونا الهادي من صفاقس. مرحبا بك يا هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي ضيفيك الكريمين. يعيشك، شكرا سي الهادي. اشكرك على البرنامج، ولو سمحت لي ان اسلط بعض الضوء على بعض الحلقات على الاقل التي اتبعتها انا شخصيا. مرحبا بك. لانها في اطار واحد وهي الاخلاق. نعم. اقول لك سيدي، قد اكون متشائما حين اقول لك لما سمعت الى الحلقات كلها لم استغرب. لماذا؟ نعم. لان هذه المظاهر كلها من كذب وظلم ونفاق وعنف كلها نتيجه حتميه لإقصاء التربية. نعم. نعم، إقصاء التربية سواء عن قصد أو عن غير قصد. نعم. نعم، لقد تعلق الناس بالتعليم ونسوا التربية. يبدو أن أنت من رجال التربية سي الهادي. أنا جاي. أهم نعم. شيء في العملية التعليمية. نعم. هي الشهادة العلمية. أصبح المواطن أو الولي اهم شيء بالنسبه لي هو الشهاده العلميه. اي، والعلم والعلم اخلاق راهو سي الهادي. اي هاني جايك هاني جايك. اي نعم. فاصبحت هاني مش نعطيك مثال. تفضل تفضل. اصبح الطالب اللي ياخذ 20 على 20 في نعم. الفيزياء ولا في ماده ممتازه يبقى طالبا متميزا حتى ولو تطاول على الاستاذ، اليس كذلك؟ نعم. نعم. لا يبقى تلميذا مجتهدا في العلم، ولكن ان تطاول على الاستاذ ما هوش تلميذ جيد عليه. انت تنظر الى ذلك، اما الولي فهو ينظر الى ابنه مولد ممتاز. نعم. ثم شيء اخر في النوري. نعم. هناك نظره اخرى مختلفه للتربيه من خلال بعض الاولياء او قل جلهم. نعم. هو ان الطفل العاقل والمتربي والزوالي يقول لك لا يمكن ان يعول عليه في المستقبل. المجتمع يحتم ان يكون الانسان مقص والعياذ بالله، وكلمه مقص هنا تحتوي كل الاخلاق الفاسده والعياذ بالله، ومنها النفاق الذي هو يعتبره الناس معناها حاجه نتاع شطاره، انا ندبر راسي انا ويسمى به. النتيجه شنو هي؟ النتيجه كانت كارثيه. نعم. انتشر العنف والأنانية والسرقة وعدم الإخلاص في العمل، حيث أن آخر إحصائية معناها محزنة جدا من منظمة أجنبية تقول أن 5% من التوانسة يعملون بجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نتج عن هذه الظاهرة؟ الاضطراب، الانتحار، اليأس، الخوف بالمستقبل، غلاء الأسعار، العجز المالي، هذا كله تصديقا لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحل شنو؟ الحل هو تكثيف الوعظ والإرشاد في وسائل الإعلام مثل برنامجك هذا القيم الذي أرجو وأريد أن يتواصل إن شاء الله، وأن تزيده بعض الإضافات. هاو باش نقول لك عليها شنو الإضافات. تفضل. كذلك خلق فضاءات إيجابية في المعامل، في المدارس، في المعاهد، حتى في الحافلات، في المقاهي. يا اخي عوض نعمل اشهار على مواد التنظيف والتغذيه وغيرها، نعمل شويه اشهار على الاخلاق الصادقه والكلمه الطيبه. نعم. خاصه في الجرايد. نعم. احسن ما نكتب بالخط العريض في اول صفحه اضراب في قطاع كذا،
الحزب الفلاني أو الحرب تدق بين الحزب الفلاني والحزب الفلاني. أحسن ما نشعل نار الفتنة بين الإخوة في هذا البلد الطيب، نكتب كلمة طيبة تجمع الشمل. إذن المشكلة عندك هي مشكلة تربية ومشكلة أخلاق. هذا الحل العاجل. الحل العاجل أيوة. هو إعادة النظر في المناهج التعليمية وجعل التربية والتعليم لهما نفس القيمة. نعم واضح. وقتها بعد 10 ولا 15 سنة بإذن الله نجني الثمار الطيبة، تصديقا لقوله تعالى: لا يغير ما الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الكلمة متاعي. الإضافة اللي نحب عليها فضل. أنك تجيب كتيبات متاع تربية ومتاع أخلاق وتعرضهم في التلفزة على الناس إن شاء الله. لعلهم يقرأهم ويستفيدوا منهم. وهو مقترح جدير بأن يجسم إن شاء الله في زدني علما. من مسيل نوري منهم يعطينا كتاب التوى نصفحه إن شاء الله معك. أنا مربي وكتبت كتاب قيم بشهادة ما قرأوه، سميته الأمانة. الأمانة ونحب الأمانة فيها تربية الطفل في الإسلام. نعم. ونحب نعطيك لنتي نسخة ونضيفيك نسختين. بارك الله فيك. الوصول إليكما ونعمل هدية مرحبا بيك ويوصلنا إن شاء الله وطول إن شاء الله نتصلوا بيك ونتحصلوا على هذه النسخ هدية منك أنت وإن شاء الله نقدموها في زدني علما. مع الشكر لك سي الهادي، ربي يعطيك الصحة والعافية، ومؤكد أنه مسيرة تربوية موفقة كيف نلقاو مربي كما سيادتك أنت تتكلم بهذه الحكمة وتتكلم بهذه التجربة الطيبة. إن شاء الله ربي يثبت هذه التجربة وربي إن شاء الله ينجحك في أعمالك. مع الشكر والتحية. شكرا شكرا وعليكم السلام. نواصل مع تليفون آخر، خونا وحيد من سويق. سهل وسهلا بك سي وحيد. أهلا بك سي دوري، شنحواتم ومرحبا بكم في برنامجكم يا عيسى. هو برنامجكم راهو زاده. أي برنامجنا. أي يعطيك الصحة سي وحيد. تعودنا عليه الحمد لله، فهمتني، مشتاقين ياسر للبرامج هذه، فهمتني، طيبة. مرحبا بك. أول مداخلتي سي نوري هو أولا نحب نعرفوا النفاق في اللغة، في اللغة العربية. أيوة. النفاق في اللغة العربية هو إظهار الإنسان غير ما يكتب. هذا اللي قلنا فعلا. يظهر الشيء. نعم. يظهر الشيء ولكن يكتب أشياء أخرى. نعم. فهمت. وهذا هو النفاق. والمنافقين قاس منهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما قال شيخنا سيدنا محمد. فلو نسرد بعض صفات المنافقين ونشوفوها في حياتنا العامة، فهمتني، صفات المنافق أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقول حوائج ليبنوا أشياء أخرى. فحياتك أنت سي وحيد، سي وحيد تعرضت لوضعيات اجتماعية اللي تصدمت فيها من أشخاص كنت تراهم مثال من الأخلاق ولا مثال من المعاملة الطيبة وتصدمت معهم، قلت الأشخاص هذوما يفقوني في يوم من الأيام. هذه كالمشكلة، يعني إنسان يظهر لك الشيء فهمتني ثم يطل لك أشياء أخرى. أنت تعرضت لها ولا الحاجات هذه في حياتك؟ نعم تعرضنا، احنا في حياتنا العامة نشوفوا فيها يوميا، فهمتني، قلت لك انا مش فقط في السياسة ايضا حتى في الحياة العامة. ومن بعد شنو الموقف نتاعك كيف تكتشف حقيقتها؟ في العمل. انسان ظن فيه كل السلوك الحسنة وكذا ثم يظهر لك اشياء اخرى، انه كما قلوا احنا بالدارج يقول لك يحفر لك. يمكن تسامحنا اللفظ، ولكن يحفر لك انت بطيبة قلبك وبسلوكك الحسن يعملك باشياء اخرى ظاهريه، لان كما قال في محسن او الغي قال لك قدامك مرايه وراك مقص. نعم نعم. يمكن الاشياء هذه فهمتني تضر بالانسان. فالمنافق كما قلت لك في حياتنا العامه مثال النفاق. أيوة. مثال العامل، كان ناخذ مثال الخزار. أيوة. فهمت، قال لك لابد من النفاق باش نبيع سلعتي، وهذه اشياء من الاخطاء، اخطاء اللي فهمتي عشنا فيها. فهمتي يعطيك الصحه يا وحيد. يقول لك السياسي مثال. أيوة. السياسي يقول لك الاسلامي وللمسلم اللي يحب يطبق دينه ما يجمش يتعامل مع السياسه، ما يجمش يدخل في السياسه. علاش؟ لانه ما يجمش ينافق. فهذه الكلمات هذه والأشياء هذه جعلت الناس ينفروا من المسلم ومن الإسلامي. نعم. لأنه بدعوى أنه لا يمكن له أن ينافق. شكرا لك، شكرا لك يا وحيد، يعطيك الصحة على التدخل وبارك الله فيك. سي محسن، نوصل في ختام حصتنا من زدني علما
فما علاج للنفاق ولا انت تو ما شاء الله تتعامل مع وضعيات نفسيه متنوعه، فما علاج ولا ما فماش؟ قبل العلاج نسالك سؤال، مش ينفقوا به المنافق اللي هو ينافق ويكذب؟ ساعات ينفقوا بهم، ينفقوا به بعلامات وجهه، بعلامات وجهه ولا بصدق؟ لانه ثم علامات ما تنجمش تتحكم فيها، ثم علامات وتقاسيم الوجه والابتسامه الصفراء والابتسامه الحقيقيه لا يمكن ان تتحكم فيها، وثم مواقف تعرف فيها المنافق تلقائيه تخرج من الدماغ، من مراكز الدماغ التي بصفه اوتوماتيكيه توصل للقلب، الابتسامه الصحيحه الصادقه تخرج سبحان الله بغير ما تسيطر عليها أنت. نعم. بينما الابتسامة المصطنعة الكاذبة تخرج بإرادة. نعم. ولهذا تلقاها ما هيش كيف كيف. كذلك الغزرة، كذلك نبرة الصوت، كل ثم علامات تفيق بالإنسان قاعد ينافق ولا قاعد يتكلم من القلب. وسبحان الله الكلام اللي يخرج من القلب أيوة. راهو يمشي للقلب طول. يا سي محسن راهو يخطب يوم الجمعه. ايوه ايوه الامام لما يخطب يوم الجمعه نعم، والساعات راهو بسيط ماهوش عنده عربيه فصحى وسبحان الله الحاضرين الكل يقول لك استفدنا. لماذا؟ لانه يخرج في كلام من هالقلب، ماهوش معسول الكلام وعربيه وما ثم منه شيء، لا يخرج فيه من قلبه سبحان الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. توسي محمد منذ قليل قال لنا أن المجاملة هي فن إرضاء الآخر. ساعات الناس والعياذ بالله اللي ينافقوا سي محسن عندهم قدرة على أنهم يتفننوا في مستوى النفاق لدرجة أنه أنت تتغش فيهم. مهنيين. مهنيين محترفين تلقاهم في هذا النفاق. معنا العلامات اللي ذكرتها سيادتك توسي محسن فيما يتعلق بالعين، فيما يتعلق بالنبرة الصوت، فيما يتعلق بملامح الوجه، كل علامات صحيح قد تخلينا نكتشف في الآخر، ولكن أحيانا اللي ينافق عنده قدرة على أنه يغدر ويخون وللأسف نصطدمه. نعم. كيف نصطدمه؟ شنو هو العلاج اللي نجم نكون نعالجه به أنفسنا ويلزم يتعالج به هو هالمنافق؟ والله يجينا كثير من المصطدمين خاصة في العلاقات العاطفية كما قلت على الأول. نعم. خاصة بنياتنا عادين يجيوا برشا بصفة كبيرة يبكي و إذا إيه مش بيه راهو اللي يصدق برشا راهو حتى هو معناه يلزم أنت تقول له ما تصدقوش برشا ولا كيفاه؟ والله في بداية حياتهم 16 و17 سنة تلامذتنا توا وبنياتنا صعيب باش يشدوا رواحهم. أنت علاش تحكي على بنياتنا أكثر من أولادنا سي محسن؟ وكأنه يعني الأولاد ما يجيوش عرضة في الحالات أكثر. يجيوا الأولاد أما واحد على 100 بنية الأكثرية بنية. بالك شي خاطر الرجل ما يحبش يجاهر بأنه تصدم. لا موجود أما ماهوش ياسر. شنو طرق العلاج الممكنة؟ حالة اكتئاب يجيونا أغلبية الاكتئاب. نعم. ناتج على خيبة أمل. كان ينتظر في شيء وما قاهش، كان ينتظر في شيء حقيقي وجدوا قناعا، نحاك القناع ظهر وجه آخر وسلوك آخر. وهيك علاش تشوف سبحان الله طول المحاكم مليانة بالطلاق. نعم نعم. بالرغم زواج عن حب وعلاقة غرامية كبيرة وكذا. نعم. وكذا. نعم. وكذا. نعم. والمحاكم تو مليانة بعد 6 شهور وتونس. نعم. كان تعرفش في المرتبة الأولى في الطلاق في الدول العربية. نعم. سي محمد هل ممكن أن نعيش دون نفاق؟ هو سؤال صعب. صعبة. والإجابة على هذا السؤال أصعب. نعم. لأن العملية معقدة. نعم. وينبغي أن تتوفر جملة من الشروط الذاتية والموضوعية اجتماعية اقتصادية سياسية إعلامية، هذه كلها تعليمية، كلها تدخل في العملية من أجل أن نربي أنفسنا على خصال الصدق وعلى خصال الأمانة. إذن الوصفة هي وصفة أخلاقية. الوصفة هي رأي، هي وصفة أخلاقية، وصفة علمية، وصفة عندها علاقة بالواقع، وصفة واقعية. نعم. أما عندما تتوفر الإرادة، الإرادة على المستوى السياسي، الإرادة على مستوى الاختيارات، الاختيارات اللي مش تكون باش نجم نغير ما بمجتمعنا. راهو التنشئة الاجتماعي عندها دور. التنشئة الاجتماعي يعني في الظروف السنوات الأولى اللي تربى عليها الصغير، إذا كان تربى في إطار فيه الصدق وفيه الأمانة، راهو الأسرة هي المرآة العاكسة للمجتمع.
اما وقت اللي المظاهر نتاع الكذب والزيف والتدجيل والخداع والتغرير الى غير ذلك يراها في السلسله هذه كلها، من الاسره الى الشارع الى المدرسه الى الاعلام الى المستوى السياسي الى غير ذلك، تولي لحيات بكلها يعني تتنغص بالجانب هذايا وما يفيد فيها الا العوده الى اصول التربيه السليمه. ما دام العمليه اخلاقيه يلزم المعالجه في جانب منها تكون معالجه اخلاقيه. وانما الامم الاخلاق ما ذهبت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. مشاهدينا بالاخلاق الطيبه نعيش، وان شاء الله الاخلاق الطيبه هي اللي تسود، وزدني علما يحاول ينشد معكم هذه القيم الطيبه في كل حصه. شكرا للاستاذين الاستاذ محسن هدريش على حضورك ما بيناتنا، اهلا وسهلا بك سي محسن مجددا، ان شاء الله نتلاقاو بك في فرص قادمه ان شاء الله. شكرا ايضا للاستاذ محمد المدنيني، مع التحيه والتقدير سي محمد. الله يبارك فيك في المشاهدين الذين صبروا معنا طيله الحصه، وان شاء الله الاستفاده تكون قد تحققت ان شاء الله. شكرا ايضا لمشاهدينا فعلا على انهم كانوا حاضرين معنا في زدني علما، اللي نذكروا انه يتبث كل نهار اربعاء ويوم جمعه من 8:30 ليلا الى 10:00، ويعاد بثه في فترات متنوعه من برمجه قناه القلم. شكرا لكم جميعا ومن كامل الفريق نقول الى اللقاء.